السلام عليكم. بالحلقة اللي راحت للأسف خرجنا من دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي من دور ربع النهائي، لكن عندنا نهائي كأس إسبانيا الكوبا دي ري ضد أتلتيكو مدريد، مباراة مهمة لازم نفوزها إن شاء الله. وبعد يا شباب احنا مصدرين الدوري الإسباني فرق 8 نقاط على أتلتيكو مدريد، لازم نحافظ على هذه الصدارة، باقي 7 جولات وينتهي الموسم. أنا هداف الدوري ب 38 هدف، وأعتقد حتى هداف دوري أبطال أوروبا، إي والله هداف الأبطال ب 12 هدف. صح خرجت من الأبطال، بس ما أتوقع إنه أحد يقدر يكسر الرقم اللي عندي يا شباب دوري ابطال اوروبا بعشر مباريات بس 12 هدف، مجنون يا مصطفى. مجموع اهدافي لحد الان مع ال 12 هدف خلال 7 مواسم دوري ابطال اوروبا وصلت الى 59 هدف، هدفي يا شباب اكون هداف التاريخي لدوري ابطال اوروبا واحنا كدها ان شاء الله. اول مباراة عندنا ضد ايلتشي، مباشرة راح نلعب يا شباب ملخصات، بس اذا نرجع التشكيلة والله التشكيلة قوية، انا اللي زعلني من المدرب هو خلاني العب الار بي يا شباب، صراحة هجومنا حلو ومرتب، يلا ما علينا ان شاء الله الموسم الجاي نعوض اللي صار بهذا الموسم ما يتكرر بإذن الله. روح هي الله 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 الله، افتتح التسجيل يا سلام، اول اهدافي بحلقة اليوم 1-0 على إلتشي. شوت يا فينيسيوس شوت، حلوة توصل، لا لا ضيعناها من جديد، لا 1-1 دقيقة 76 شباب لا نتعثر، يلا يا سلام هي مصطفى، الله 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 على العرضية، شفتك يا فالفيردي، وهدف ثاني اسيست وجول بهاي المباراة. اوكي خلصت المباراة 2-1 جيد، المباراة اللي بعدها هسه مباراة فيا ريال 52 نقطة، طبعا احنا بعدنا بالصدارة ومنطلقين ان شاء الله الدوري، انه ما بقى شيء يا شباب راح ينحسم، هذه الهجمة المفروض ما تضيع، يلا العب العب، حلوة مصطفى، اوكي لا ما صارت المرتدة السريعة، بس ما علي يا شباب اقدر انطلق بالسرعة، روح روح هي الله 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 الله، يا سلام هدف يا حبيبي هدف، حلوة روح مصطفى دقيقة 52 بعد جول، يلا فيني اصعد، يا فيني ليش ما صعدت يا فيني، ما علي لا لا 1-1 والله ما انتبهت، افا حلوة حلوة فيدي، فالفيردي الى مصطفى، هذه ما تضيع هذه ما تضيع يا عمري ما تضيع، هذه 2-1 يا رب اسجل هاتريك، اذا سجلت هاتريك يكون هاتريكي رقم 38 يا شباب. اوكي انتهت المباراه فزنا، لا قلبوا النتيجه يا حبيبي 3-2 خسرنا ضد فياريال رغم اني سجلت هدفين، نهائي الكاس ضد اتلتيكو مدريد الهزيمه ممنوعه. اوكي يا شباب تشكيلتنا قويه واتلتيكو مدريد خطير، احنا للريده انه الكاس ناخذه اللي خرجنا من الابطال، نريد على الاقل الدوري والكاس، الدوري باذن الله نجيبه رغم الخساره من فياريال لكن نقدر نجيبه ان شاء الله. بسم الله صافره البدايه، التركيز يا شباب التركيز على الفوز، حلو الله 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 كم ممكن اجيبها والله، روح مصطفى روح روح بالسرعه، اوكي اقف على كورتك يا سلام، يلا الله 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 الله، لا تنطيني مجال وحدي يا حبيبي لا تنطيني، هدف اول 1-0 يا مصطفى، رجعت لهذه الاهداف، اريد افوز ان شاء الله بهاي المباريات باذن الله اليوم جلد، يا سلام الله لا لا يا فالفيردي لا 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 لا، لم يعد هناك تهديد في هذه اللحظات، الله جول 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 2-0 جي، وينكم لعب ضد تشيلسي يا حبيبي ليه؟ وين ليش ليش يعني ضد تشيلسي ما لعبنا، 5 اهداف 6 مباريات فالفيردي بالكاس والله ما شاء الله، اعتقد هو الهداف لو انا ما ادري بس ما اعتقد اني انا هداف، او خطير يا سلام يا كورتوا نزل له، يا سلام هي لمست يد يا حكم، لمست يد يا حكم، فاول فاول فاول، خلها بهذا الشكل ما راح تجيبها باذن الله يا اوبلاك، ان شاء الله ما تجيبها. اوف مصطفى يلا حطها، الله 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 لا تتركني وحدي، انا ما اصير اكون وحدي يا حبيبي، سي شوت بلنتي، الهاتريك رقم 38 باذن الله يا شباب، يا رب الله 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 الله، هاتريك يا عمري هاتريك، اي 4-4 لاتلتيكو مدريد 38 هاتريك بمسيرتي، روح مصطفى روح يا رب اسيست، خلاص دمرناهم لاتلتيكو مدريد، حلوه خذ يا ولد جول، الله عليك الله 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 الله، 5 حلوه فيدي، روح مصطفى اريد اسيست، شوت يا عمري ما كانت اسيست بس جول رهيب يا شباب، فيني هدف 7 أو 6 والله، جلد 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 المباراة،
يا مجنون. حلوة المرور، سوبر هاتريك، يا سلام يا سلام. ما أرحم اليوم، أنا اليوم ما أرحم اليوم، جلد اليوم. على فكرة هذا السوبر هاتريك رقم 8 بمسيرتي. الموسم الجاي إن شاء الله يا شباب راح يكون الانسجام بين اللاعبين أقوى. شوف عندي 10 هداف في 6 مباريات يا ولد، أنا الهداف أكيد، هداف الكأس. الموسم الجاي لما يصير الانسجام قوي بإذن الله نجيب دوري أبطال أوروبا إن شاء الله. حلوة أسيست يا عمري يا عمري، حبيت الأسيست أحلى يا حبيبي. هذه أكبر نتيجة أفوزها بمهنة لاعب هذه النسخة يا شباب، 8-0 أوف على أتلتيكو مدريد، نهائي الكوبا دريد جلدناهم جلد والله، الأداء كان مو طبيعي، فريقنا كان جدا قوي بهذه المباراة. أوكي، أول بطولة إلي مع ريال مدريد، لقب الدوري بإذن الله راح يكون إنه، فيا شباب عليه راح يخلص الموسم إن شاء الله بلقبين هذا الموسم. شيء حلو كأول موسم إلي، الموسم الثاني ما أريد غير الأبطال، أريد الأبطال. هسه الجولة 34 ضد رايو فايكانو، باقي يا شباب 5 جولات مع هذه الجولة، الفرق بيننا وبين أتلتيكو مدريد 5 نقاط بس، الدوري صعب ترى، ممكن كل شيء يصير. أحاول أسيطر على الكرة يا شباب، يلا يلا، لا 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 لا. لا والله مجنون حارس المرمى يا شباب، باللعبة قوي، تلوموني بالحلقة اللي راحت، والله مو سوتشي، الكمبيوتر هو قوي بالبلنتيات، يلا. هسه لا 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 لا، بحركة العقرب ضاعت يا ولد، كم ممكن يكون أجمل هدف بالبطولة. لا مصطفى دقيقة 77 على الأقل تعادل شباب، مباراة خارج ملعبنا والله، يعني شوف يا أتلتيكو مدريد كانت سهلة، هذه صعبة ليش ما أعرف. يلا هسه، ليش تمريرتك سيئة يا ولد ليش؟ لا لا يا شباب لا، والله عيب والله عيب هذا اللعب. 2-0 خسرنا، مباراتين على التوالي نخسر بالدوري، باقي 4 جولات من الدوري الله يستر. هسه مباراتنا ضد الميريا، والله مفروض مباراة سهلة يا شباب، الفرق بعده 5 نقاط. حلو أتلتيكو مدريد يظهر خسر بالجولة اللي راحت، خلاص يعني هزيمتين على التوالي بالدوري، صح ضيعت بلنتي بس والله صعبة، تسجيل البلنتياز صعب باللعبة مو طبيعي. كيف راح أمرر للشباب؟ وينكم؟ أوكي يلعب هذا، حلوة حلوة، الله الله عليك، المهم فريقنا يسجل، اسكوبار يسجل لنا الهدف الأول، ممتاز يا ولد ممتاز. أنا شو أقول، التصويبة أحسن. لا سيمونز مصطفى يلا يلا أوبا. لا 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 مو طبيعي، انطيني الإعادة. لا 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 مو طبيعي والله، شو بوم. لا 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 لا، هذه مو كورة، هذه صاروخ يا ولد، هذه صاروخ. شو 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 يوح على الجول هذا الرهيب، يا الله هدف أسطوري وعالمي. وين جاي العب، ظهير أنا ولا شنو؟ ليش ظهير أنا يا مدرب؟ والله تعبني مدرب كاستيلو، يلا سجل سجل. حلو 3، خلي فريقنا يفوز، خلاص انتهت المباراة، يا رب فزنا 3-1 الحمد لله، أنا أفضل لاعب بالمباراة، هدف مو طبيعي. باقي 3 جولات على نهاية الدوري والفرق حاليا 7 نقاط، هسه مباراة ضد لاس بالماس بإذن الله فوز. وصلنا دقيقة 54 شباب، ولا فرصة عندنا، ورجعني ظهير، الله ياخذك انشيلوتي، والله دائما يرجعني ظهير. فينيسيوس شباب ريد جول، إذا تنتظروني بعد أحسن، يلا شوت. 2-0 لا والله لعبة مو طبيعية، جلتشات والله، هذه تزعل والله. فيني سجل أرجوك يا فيني، فيني حلوة، إذا هتنطلنا هجمة يسجل التعادل إن شاء الله. لا انتهت المباراة 2-1 خسرنا ضد لاس بالماس اللي مركزه متوقع الأخير. مباراة ضد قادش، باقي بس جولتين يا شباب، الفرق 5 نقاط، معناته على برشلونة طبعا، معناته فوزنا على قادش أو تعادلنا راح ينطلنا الدوري. دقيقة 30 فالفيردي، إذا تنطيني كرة حلوة أروح أسجل. حلوة حلوة فالفيردي، مصطفى يا سلام يا سلام، هدف أول 1-0، اليوم اليوم بإذن الله اليوم راح يكون الدوري. روح مصطفى، أوكي حصل حصل، يا سلام روح يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري، الله عليك 2-0، يا رب أسجل بعد هاتريك اليوم يا رب. الله 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 الله، يا سلام عليك يا فالفيردي، 3-0 صافرة الحكم، حلو خلاص.
مبروك لقب الدوري لنا يا شباب، رسميا يا حبيبي رسميا احنا ابطال الدوري الاسباني، ابطال الكأس، اخذنا بطولتين يا ولد، اخذنا بطولتين، تستاهلون يا شباب. تتويج يا كورتوا تستاهل. اوكي موسم انتهى يا شباب رسميا، حنروح للموسم الثاني ان شاء الله اللي بعده، والثاني الي مع ريال مدريد، ولي اول مره راح العب موسمين مع فريق واحد. اذا ما جالي عرض مغري صراحه، يعني ممكن يجي لي عرض انا اطلع من الفريق ما عندي مشكله، لكن على الاغلب راح نبقى. انا المشكله اللي زعلني بريال مدريد هو انشيلوتي، هذا حجه وحجه كبيره. ليش يا شباب يلعبني ظهير يمين؟ والله ما يصير. الجوله الاخيره بالدوري ما تهمنا خلاص، لقب الدوري اخذناه، فراح نسوي لها محاكاه سريعه. فزنا بعد 3-0 وانا سجلت جول، ختمت الموسم بهدف اخير، 45 هدف بالدوري الاسباني. انا هداف الكوبا دري وافضل صانع العاب بالكوبا دري، وانا هداف دوري ابطال اوروبا لكن مو افضل صانع العاب، خلاص ما حد راح يقدر يجيبني بالابطال ان شاء الله. انت لاعب الموسم بالدوري الاسباني، يا سلام يا سلام، اخذت الجائزه من بدايه الموسم لحد نهايه، انا افضل لاعب بالشهر. الاعلان عن افضل لاعب بالمنافسه حلو، الفائز بالحذاء الذهبي بعد مصطفى 38 مشاركه 45 هدف. ودي اشوف من اخذ دوري ابطال اوروبا، تشيلسي تتوقعون؟ يوفنتوس اوف على اتلتيكو مدريد بالنهائي، والله اتلتيكو قوي فاز على تشيلسي، احنا ضربناه 8 تخيلوا يا شباب، ضدنا نهارو فريق السابق طبعا مثل ما قلت لكم اتلتيكو مدريد، حتى اليوفي فريق السابق لعبت عند اغلب الانديه. خلاص ما عندنا شيء بالموسم بعد، خلينا ننتقل للموسم اللي بعده. طبعا هسه احنا بسنه 2029، هذا الموسم لما يخلص عندنا كاس عالم 2030. كأس العالم 2026 مع المنتخب الهولندي، إذا تذكرون خسرنا النهائي ضد المنتخب الإيطالي، وانتهت المباراة 2-1 وكنت أنا هداف البطولة ب 17 هدف. حاليا عندي فلوس 91 مليون، ياه 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 على الفلوس، قريب جدا ندخل ال 100 مليون يا شباب. وهذا الستايل الجديد للموسم راح يكون بهذا اللون يا شباب، وهاي تصفيفة الشعر راح تكون بهذا الشكل للموسم الجديد. أما الاحتفالية يا شباب فراح تكون بهذا الشكل رسميا، هذه هي احتفالياتنا. ودي بالحذاء هذا اللون البرتقالي، عاجبني جدا يا شباب، ما واضح عندكم؟ اوكي شوي واضح. غيرنا لفة المعصم الى اللون الاخضر، هذه السنة راح تكون الأكمام قصيرة. أوكي سميث روش ترو، جيد جيد جيد، يا هلا يا هلا يا هلا. خلي نشوف تشكيلتنا بالنسبة للإل بي، عندنا كثير إل بي يا شباب، مالاسيا هو أفضل إل بي، ميمدي بعد موجود عندنا بس كبير بالعمر. قلوب الدفاع عندنا بس ثلاثة، والله عندنا مشكلة بقلوب الدفاع، جيبوا لنا قلب دفاع قوي يا حبيبي. سميث رو، إل إم، آر بي ما عندنا يعني. والله غريب الفريق هذا. يعني طبعا يخليني ار بي، انا جيب ار بي يا انشيلوتي والله عيب عليك، والله عيب يعني، انا ترجعني ار بي ما يصير بهذا الشكل، انا مهاجم. سميث روس صراحه طاقته حلوه يا شباب. فيتينيا، فالفيردي، فييرا يا شباب هذا بعد ممتاز، عندنا كثير لاعبين الصراحه حلوين، فينيو ادواردز وزانيلو ومصطفى وسانكيت، هاي احنا بالهجوم، اهم شيء انه انا بالهجوم، هذا اهم واحد ضروري يا انشيلوتي تشتري لنا ار بي خلاص. وبما انه ما عندنا ار بي يا شباب خلاص ما عاد ازعل اذا خلاني ار بي، لا راح العب ار بي واحاول اقدم افضل ما عندي اذا المدرب احتاجني بهذا المركز. هسه عندنا بطوله وديه راح اسوي لها سكيب اكيد، خسرنا ضد توتنهام باول مباراه، خسرنا بعد ضد لايبزيغ وانا ضيعت بلنتي، اكثر لاعب بالتاريخ ضيع بلنتيات انا. فزنا اخيرا على اتلانتا، اوه بدايه الدوري الاسباني واول جوله ضد ختافي، خلاص موسم جديد يا شباب، نريد نحط لنا اهداف. اول هدف نسجل اكثر من 50 هدف بالدوري، بس طول الموسم اكثر من 70 هدف، هاي هدفين عندنا يا شباب مهمين. الهدف الاهم والمهم جدا هو نفوز بدوري ابطال اوروبا. تعاقد ريال مدريد مع كارلوس كاردوسو ب 77 مليون، يا رب ار بي يا رب. سي بي يا شباب، سي بي جديد ينضم للفريق، يا رب بعد يلعب ار بي، حلو حلو التعاقد، لا باس بي، احنا كنا محتاجين ظهير يا انشيلوتي، جيب لنا ظهير يمين. ها؟ لا شباب لا ميندي ولا مالاسي راح يكون موجود هذا الموسم، والله طلعوا يا الله، انشيلوتي جاب العيد والله جاب. خط الوسط بعد اعتقد اكو لاعب غاب، هسا عندنا سميث رو جيد لا باس بي، بس ضعف الفريق والله يا شباب، ضعف الفريق ضعف كثير بهذه التغييرات اللي سواها انشيلوتي، الله يستر. فانتس يفوز بالسوبر الاوروبي. يلا عندنا مباراة ختافي في بداية الدوري، وهاي تشكيلتنا يا شباب راح تكون بهذا الشكل، سكوبر جاي يلعب، والله ما ادري شنو التشكيلة هذه، ورطنا يعني الصراحة، حتى الدفاع كلهم قلوب دفاع، مشكلة هذه، هذا راح تجيب بينا ما ادري. يلا نبدي الموسم، إذا خرجنا من دور المجموعات خلاص اترك الفريق قارب نصف الموسم. يا حبيبي حافظوا على لاعبيكم، والله ما يصير بهذا الشكل. حلوة يلا بخارج القدم، لا سهلة بيد الحارس، حلوة يلا، لا لا مو رأسية هذه يا ولد، لو بو 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 بو، حلوة كورتوا،
مصطفى يا سلام فالفيردي فالفيردي نوفيني بلنتي يا سلام يا مصطفى يا سلام مريت من عنده لكن عرقلني وبلنتي يلا عادك يسجل ان شاء الله يا رب ما ضيعها هيا 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 هي حلو من بلنتي اسجل هدفي الاول بهذا الموسم افتتح الموسم بهدف اول يا شباب يا سلام عليك يا وحش يا رهيب المشكله بشراء اللاعبين يعني مجانين ريال مدريد ما يشترون يبيعون وما يشترون يتخلص من ظهيرين هو اصلا ولا ظهير عنده يعني ما اعرف يجيب قلوب دفاع اربع قلوب دفاع ينزل غريب والله روح مصطفى حلوه حلوه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد جول 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 ثاني عالمي 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 بداية الدوري الإسباني بهدفين على ختافي من الجولة الأولى شوف 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 يا حطها بالجول بالتسعين اوف 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 لا 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 قوية يا ولد قوية هذا الموسم ما راح أرحم يا شباب هذا الموسم ما راح أضيع ولا فرصة إن شاء الله يعني حتى لو أسجل مليون هدف أريد أسجل خلاص شوت لا لا ما تضيع يا ولد ركز يا كورت ويا سلام خطير اوف 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 هذا التقليص الفارغ حلوه مصطفى يا سلام خلاص انتهت المباراه مباراه صعبه يا شباب وسطنا شوي ضعيف صراحه يعني باعوا لاعبين وسط اعتقد فيتينيا والثاني ما اعرف ايش اسمه اثنيناتهم باعوا اوكي اشتروا لاعب بسم الله يا رب كاردوسو هذا ايش يلعب هذا خلينا نروح نشوفه اوه نفسه كارلوس كاردوسو المدافع يا شباب ما جابوا اي لاعب ثاني غيره انا اشوف له يخلي فالفيردي وسط احسن مما هو مهاجم الصراحه نزل زانيلو مثلا ار دبليو ما عندك مشكله مباراه سرق قسطه تشكيلتنا والله احسها اضعف من الموسم اللي راح يلا لا 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 لمسة يد حلو 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 ليش تخلي ايدك تمنعها من الجول راح الكرة على الجول ليش نريد نشوف اعادة الكرة اوه والله واضحة 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 الكرة رايحة للشباك يا حبيبي هذه بلنتي وعليها انذار بعد بسم الله حلوة رغم ان الحارس قفز نفس الزاوية لكن سجلته دفاع الله يستر دفاع ارجوكم لا حلو 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 فيني روح روح فيني روح فيني 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 اركض يا فيني اركض يا فيني عيب عليك اذا ضيعت يا فيني الله ياخذك يا فيني لا لا والله عيب والله عيب فينيسيوس مصطفى تعالوا شباب يلا هدف يا عمري ايه بهذا الشكل يا فينيسيوس اكسب الوقت وخلي فالفيردي يسجل انتظرني من الساعه بالهجمه اللي راحت وخليني انا اسجل حلو اسيست من مصطفى جول 2-0 روح فالفيردي شوف التمريره شوف فتح اللعب فالفيردي ارجوك فالفيردي يا سلام مصطفى اوكي 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 بعدي عندي لعب هذا العب يا ولد يا ولد ليش تاخر هي ضيعوها والله الله شنو اللي صار بس الكره شلون ضاعت هاي يا شباب شنو اللي صار ما ادري انا شنو اللي صار الصراحه هل كانت من البدايه اوف سايد لا لا يا فالفيردي اوف سايد والله من البدايه ارجع لي طيبانه اوه الله 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 حلوة وحش يا كورتوا دفاعنا جاي يخترق بسهولة جاي يصير يا شباب ركزوا لا 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 الدفاع الدفاع يلا الحمد لله انتهت المباراة بس الصراحة جاي نعاني انا افوز بجائزة افضل لاعب بالمباراة جولة الثانية انتصارين لكن الفريق سيء اتوقع طلعت قرعة دوري ابطال اوروبا ونقول بسم الله يا رب يا رب مجموعتنا حلوة وسهلة بسم الله اولمبيك ليون تورينو واندرلخت البلجيكي المجموعة يا شباب سهلة سهلة ومفروض صدارتها مضمونة باذن الله خلاص انتهت فترة الانتقالات للاسف ما اشتروا لاعبين هسا عندنا مباراة ضد بلد الوليد عنده نقطتين بس بلد الوليد بس احنا بالمركز الرابع حاليا لان متاخرين بمباراة اذا فزنا نصدر يا شباب ان شاء الله نرجع للصداره هي الله 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 اسست يا عمري اسست من اول هجمه بالدقيقه الخامسه مباشره فيني يا سلام يا فينيسيو جونيور هذه هي الله 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 والله احسن استغلال للكرات يا ولد 2-0 جيد 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 ان شاء الله ثلاث نقاط ماشيين بها صح والعلامه الكامله باول ثلاث جولات بالدوري مساحه فاضيه مصطفى يتقدم ويشوت وحده بخارج القدم خرافيه روح يا رهيب حلوه ارجع لي حلوه فالفيردي يلا يا مصطفى لا 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 لا, لا. تورام خطير لا يشوت خطره مره
حلوة حلوة كورتوا. لا يجي جول، لا يجي، لا يجي جول، لا يجي جول. حلو حلو حلو. الدقيقة الأخيرة ابعد خطرة. حلو، صفرة الحكم، فزنا فوز ثالث على التوالي. عندنا مباريات ودية مع المنتخب الهولندي، أول مباراة ضد فرنسا فزنا 3-0 وأنا سجلت الأهداف بعد ما نزلت. يوه والله رهيب يا شباب، نزلت بالدقيقة 60 مدري 57. حاليا عندي 4 أهداف بالدوري، أهدافي قليلة تعتبر يا شباب. الفريق الصراحة متأثر يعني باللاعبين اللي باعهم المدرب، تأثر الفريق. يلا بسم الله، صافرة البداية ضد إسبانيول الجولة الرابعة، بعدها مباراة دوري أبطال أوروبا يا شباب. أحاول يعني ما تكون عندي إرهاق كبير، بنفس الوقت لازم أفوز فريقي. والله إسبانيول فريقهم محترم. خطرة، يا السلام على الدفاع. يلا فيني مصطفى، أوكي هي أوه يا الحارس يا ولد. أوه هي بالراس. لا يا مصطفى نزل. حلوه صديقي، حلوه حلوه حلوه. عندي اوكي. فاول 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 فاول، ضربه حريه حكم. والله يا شباب راح اشوت عجله الكوتش، انا عندي تصويبه قويه وعندي ثقه بنفسي الصراحه. حلوه، شوت يا ولد سجل يا الله. يلا هي مصطفى. اوه الدفاع مصطفى، يا رب يا رب. الله 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 الله. فينيسيوس، فالفيردي، فالفيردي، فينيسيوس، مصطفى وحدي يا عمري. الله 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 الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. والله كنت محتار، مره رشوت مره رشوت مره رشوت، بوم الكره بالجول. شوف يا شباب، شوف شوف شوف، انا محتار المله مره، اختاريت التصويب لان مفتوحه امام الشباب. طبعا هذا هدفي الخامس بالدوري، ان شاء الله نمشي الفوز. 12 نقطه راح نجيب باربع مباريات باول اربع جولات. كورتوا، لا والله خطا المدافع هذا، رجعني ار بي المدرب. يا الله، يلا يلا مو مشكلة، خلاص أنا قلت أقتنع بمركزي يا شباب وأدي بالمركز اللي يخليني بيه المدرب، لأن ما عندهم ار بي. هذه جول، هذه جول. اوف 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 اوف. ارجوك يا حارس انا خليني هنا وانت روح هناك. تدخل رائع. حلو 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 حلو، خلصناها، خلصت المباراة. ما ادري والله يعني انشيلوتي جاي يسوي، ما ادري. المهم طلعنا تعادل مو خسارة يا شباب، الحمد لله. ترى واضح انه الخلل بالتشكيلة كبير يا شباب، يعني مو السبب انا انه يرجعني ظهير، لا لان ناقص لاعب. هسه عندنا مباراة دوري ابطال اوروبا، ناقص اظهرة، اظهرة ما عندك، مستحيل تقدر تجاري الاندية الكبيرة. يلا مارسيليا، مارسيليا هي اللي تنافسنا طبعا على صدارة المجموعة بدوري ابطال اوروبا. يلا بسم الله الى المباراة. اول مباراة بهذا الموسم بالابطال، ان شاء الله موسم ابطال يكون رهيب بإذن الله. فريقنا ولو يعني التشكيلة والله صراحة مو مثل المتوقع. حلوة، روح هدفي الأول، افتتح يا حبيبي، افتتح دوري أبطال أوروبا بأول جول. يا سلام، موسم الأبطال، ركزوا شباب، أريد أداء بالأبطال عالمي. شوف شوف إن انطلاقتي ماكم بعد يا شباب، خلاص كرة تجيلي ما راح أمررها إلا وأنا شايل، إلا إذا يعني احتاجت للتمرير. راح أكون أناني هذا الموسم، أريد أكون هداف وأريد أشيل الفريق. فيني إلى مصطفى، شوت يا الله. حلو حلو المحاولة. خطرة 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 خطرة. كورتوا دربالك، كورتوا، الحمد لله. شباب ممكن أحد يأخذ الكرة؟ كورتوا 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 كورتوا. حلوة كورتوا، خطير، الله ستر. اوه حارس. حلوة كورتوا، كورتوا كورتوا. مصطفى، هي الله الله الله. يا سلام يا فالفيردي، يا سلام، فهمني صح الولد. حلوه جول، 2-0، جيد. ثاني اهدافي بدوري ابطال اوروبا. جيبوا لي 3 نقاط يا شباب، جيبوا 3، رغم الصعوبه ترى الموسم صعب، واضح اني جاي اعاني معاناه مو طبيعيه. شوف شوف التمريرات، يا سلام، بوم، روح هي. الله لا يا حارس، حرمني من الهاتريك الاول بالموسم. اوه والله خطره، لا 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 لا، دمر الدفاع. شنو هذا؟ روح ادخل ادخل ادخل، اوكي ارجع. الله 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 الله، يا سلام، جيب الهاتريك غصب يا عمري، جيب الهاتريك غصب. ايه يا مصطفى يا رهيب يا اسطوري، بوم.
هم جبنا الهاتريك يا ولد جبنا، وهذا هاتريكنا رقم 39 رسميا يا شباب. خلاص صفر يا حكم، انهي المباراة يا ولد. اوه كلاسيكو، لا 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 لا، قوية هذه يا ولد قوية. اوكي حاليا احنا بالمركز الثاني، برشلونة بالمركز الخامس. شوف عندنا ريال سوسيداد ولا هزيمة، فريقنا متلقي 3 اهداف يا شباب، سجل 7 اهداف، معدل التهديف ضعيف الصراحة، حتى هجوميا ضعيف احنا يعني نعتبر. انا عندي 5 اهداف بالدوري، جواو بيدرو بعد معادلني بالاهداف. اوكي اتوقع الكلاسيكو نخليه للحلقة الجاية حتى نتحمس لمباراة الكلاسيكو. حطوا لايك، اشتركوا بالقناة، شكرا للمشاهدة شباب. هذا المقطع وصلوا اكبر عدد ممكن من اللايكات، خلونا نتحمس ويلا السلام عليكم.